السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: طوابير طويلة يقف فيها العشرات من المدنيين أمام مبنى الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة للحصول على إعانة. في العنوان الثاني: حوادث سير ترصدها كاميرات المراقبة في شوارع العراق توضح إهمال بعض المواطنين بالتقيد بالسرعات. ولدينا أيضا في العناوين: عودة توزيع الأرز المتعفن والمليء بالديدان في محافظات العراق بعد أن كان قد فضح سابقا. ولدينا في عنواننا الرابع: قطارات العراق مهترئة ومهملة وتتعرض للتشويه من قبل السلطة وبعض المخربين. أهلا بكم. يقف الناس في طوابير طويلة في البرد القارص والحر الشديد أمام مبنى الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة للحصول على شيء بسيط من المال كل شهرين لكي يعيلوا به عوائلهم في محافظة من أغنى محافظات العراق. دعونا نشاهد. هذه الرعاية الاجتماعية، شوف الازدحام وشوف السلام. وين طاق باع السلام؟ شوف باع، شوف السلام باع. السرى وين واصل باوع؟ باوع السرى وين واصل؟ هذا كله ازدحام. هذا الازدحام. ناشد الحكومة المحلية، ناشد أهل الرحمة، يسوون فتح لها كلها ناس كبار وشيب. بس أنا عندي معاملة، الله شاهد خليتها ورجعت. هاي معاملة حتى ضامة بالعلاقة. هم قضيت ورجعت. بعد ما أقدر أسوي هذا الازدحام. نتابع أيضا مواطنون ينامون في باب أو أمام باب قسم الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة لكي يسلموا معاملاتهم صباحا ويستلموا راتب يقدر ب 345 ألف دينار، أي ما يعادل 280 أو 270 دولارا تقريبا كل شهرين. دعونا نشاهد. يا والله وكيلك ومحمد كفيلك، احنا ناس ابينا من سفان وبينا من القرنه وباتين هنا، بس من العشاء لحد الان ثاني يوم ساعه بتسع الله احنا السله، والاساتذه هنا يداومون يفتحون بساعه بتسع الله يداومون، يعني قبل ليلتين انا بايت هم من عشيات هسه، وهسه راح ابات منها الباشر على مود بطاقه. ليش ما تفتحون الفروع مال سفان مال الزبير مال القرنه؟ يعني باقيين الرعايه الاجتماعيه بس مالت البصره تشتغل. وين بيت؟ بيت بسفان. جد قاعد كم مسافه؟ جد مسافه 100 كيلو. 100 كيلو نازل على مود بطار. كيف تناجي الوزير؟ تناجي الوزير يعني نازل الوزير الصبح كان عالم كان ما جدي. الله وكيلك محمد كفيلك، قاطع حد جوع وقاطع حد عطش، ولازم يسوي لنا حد يفتح افرع لنا على مود بطار. المدينه افرع بالقرنه افرع باي مكان. وانت اخوي 100 كيلو؟ انا من اهل المدينه. الجر كم كيلو جاي؟ تقريبا 120. وجاي هنا على مود؟ اي وجاي هنا على مود. يعني عايفين اهلنا وعايفين اطفالنا، عايفين اطفالنا وبالبريد وتعبانين، على مش يعني ما يسوى. يعني هسه اللي يجي بات هنا يعني غير عمود عاسته؟ محتاج ولا ما محتاج؟ لا والله احنا لا راتب ولا عمالة ولا انك شاري 350 الف بس تقول احسن من غيره ما يخالف. صوت جمع الناري واحد وعشرين 21 واحد 2019 الساعة ب 9:30 مباشر سياسة الوزير العمل الشؤون الاجتماعية. هاي الناس نايمة بالشارع على الرصيف، وهاي الناس نايمة، الناس باع الناس نايمة. يعني ما عبالك بنغال هسه بنغال، حتى البنغال يمكن بايت هسه نايم. والله البنغال احسن عندنا، والله البنغال احسن عندنا. هاي شوف هاي الناس نايمة، هذول اهل البصرة اهل النفط هسه نايمين بالشارع على مود عود يحصل لعائلته شرات الشهري. مو شهري، كل شهرين. كل شهرين؟ كل شهرين. كل شهرين؟ كل شهرين 345,000. 345,000. هاي ان شاء الله خير ان شاء الله. صار لنا اسبوع، والله صار لنا اسبوع نجينا. سيادة الوزير. اهلنا كل. هاي اهل البصرة، اهل النفط. أيوة. عايشين البرلمان، وعايشين الوزراء، والمحافظات من نفطهم. نايمين بالشوارع. نايم بالشوارع. والله صار لهم ثلاث ايام، ثلاث ايام نايم. ربي الوزير نايم بالشارع حسي؟ لا والله ما ينام. والله. لكي يحصلوا على 300 دولار تقريبا كل شهرين،
يعاني أهالي مدينة البصرة مثلهم مثل كثير من محافظات أخرى، يعانون بنفس الطريقة ربما أسوأ بالانتظار وبالعشوائية التي تتبعها الدولة عن طريق مؤسساتها في التعامل مع المواطنين. هذه كما استمعتم طبعا هناك أفرع لمباني الرعاية الاجتماعية ومراكز للرعاية الاجتماعية موجودة في مناطق مختلفة في محافظة البصرة، وبإمكانهم أي السلطة أو مجلس المحافظة يقوموا بافتتاح هذه المراكز للتخفيف من الضغوطات الموجودة على مركز واحد في المدينة، وافتتاح البقية واستغلالها بالاستفادة أيضا من موضوع البطالة وتشغيل موظفين فيها واستفادة الناس وتخفيف الضغط حتى يتم الموضوع بشكل سلس وبدون أي مشاكل. لكن يراد أعتقد حسب ما نرى ونشاهد يوميا يراد أن يظل الوضع متدهور وعشوائي، و يعني هناك مشاكل دائما موجودة في هذه المؤسسات وفي هذه الدوائر الحكومية. ننتقل إلى موضوع آخر. أمام الكاميرا أو كاميرا مراقبة رصدت حادث سير لحافلة تقل طلبة في مدرسة بالنجف يوم أمس، وذلك إثر تهور أحد السائقين المقابل للحافلة. دعونا نشاهد. نتابع حادث آخر، حادث سير مروع أيضا في منطقة حي الأندلس وسط محافظة البصرة بسبب السرعة المفرطة، فلنشاهد. طبعا هناك تهور دائما من بعض السائقين للسيارات للشاحنات، أي سيارة موجودة أو أي وسيلة نقل تستخدم هناك بعض الطيش، هناك بعض التهور من بعض السائقين طبعا يجعله لا يكترث لحياته ولحياة الآخرين كذلك. هذا الموضوع يسبب طبعا كما شاهدتم حوادث سير كثيرة. أيضا المشكلة في العراق بشكل عام يعني أو بشكل خاص عفوا، لأن هذه المشكلة عامة موجودة حوادث السير حول العالم، لكن في العراق بشكل أخص يعني هناك ربما أسباب تقود إلى بعض الحوادث كطرق غير معبدة، كمشاكل في هذه الطرق. هناك أيضا غياب للقانون أو قانون المرور بالتحديد الذي يتيح لبعض السائقين المخالفة وعدم التعرض لعقوبة من قبل القانون، وبالتالي هذا الموضوع يشجع أحيانا البعض على القيام بارتكاب مخالفات تؤدي إلى ما شاهدتموه الآن كأنموذج طبعا لنماذج كثيرة موجودة حول حوادث السير. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع مرتبط بالحصة التموينية أو المواد الموزعة ضمن هذه الحصة التموينية التي من المتعارف عليها أنها منذ قديم الزمان جدا كانت توزع للمواطن العراقي. سابقا كانت توزع بكميات أكبر بمواد أكثر، هذه المرة وبعد الاحتلال تم يعني اختزال هذه المواد بكثير
من الأحيان، ووصلت حتى هذه اللحظة إلى 4-5 مواد بالكثير يعني التي يتحصل عليها المواطن العراقي. كان سابقا هناك مشكلة في الأرز، أرز متعفن قامت وزارة التجارة بالتعاقد عليه وتوزيعه على طبعا هذه الأماكن الموجودة بالنسبة للتجهيز، بعض الوكلاء أيضا بقضية الحصة التموينية. وهنا تعود مرة أخرى قضية الأرز المتعفن بعد أن فضحت سابقا، دعونا نشاهد. احكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوكيل سيد حامد البطار استلم التمن الكميه امس من السايق وامس اول امس الغبر، والتمن هذا الموجود هذا اللي استلمته قدام الناس طلع هذا التمن ماله. اذا معفن عفن. معفن هذا التمن معفن يا عالم. خابرت القيم يا وكلاء المدينة طلعوا على كميه التمن المعفن هسه جابون الناس المواطنين قالوا يطلعون ياخذون كميات عينات يودونها للقيم المقامية رئيس وحدة إدارية على مود يلقي بها إعلام وإشعار للجهات المختصة. ولا هذا ترى كلها تروح المستشفى كلها تنام مرت هات. شنو هاي؟ تم معفن جايبينه وين الصحة؟ سيد أخو عندك بعد هذا كل الأرقام وين الرقابة الصحية؟ أنت ما تجي السيد جات السيد أنا وحاط أحكي لا 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 خلي يحكي السيد. نتابع أيضا نفس الموضوع ولكن من مقطع آخر. الأرز الموزع أيضا في الحصة التموينية العراقية متعفن وغير صالح للاستهلاك، دعونا نشاهد. يابا هذا التمن مال الحصة هذا اليوم استلمناه، راحوا يابا ايش حاطين نبيت جماعة؟ هذا شي يصير حتى يصير تمن لحم لو تمن سلابيح؟ راحوا يابا وزارة التجارة هذا التمن مال اليوم، اليوم استلمته من الوكيل. هذا على كسباير مالته ليون يقولون ما كاتبين والله بيها كسباير ما المهم صالح لمدة 24 شهر تاريخ الانتاج حزيران 2018 يعني الحزيران 2020 هو من هسه هاي السلابيح باعوها يابا شلونها خلي ياكلون الشعب العراقي. هذا دليل أن المشكلة لم تعالج، المشكلة القديمة التي حصلت سابقا بقضية الأرز المتعفن والتي فضحت سابقا من عالي نصيف وغيرها طبعا من بعض المسؤولين، وأيضا قضية المقطع الذي عرضناه سابقا وطريقة الاختبار والمتطورة طبعا التكنولوجيا المتطورة التي تستخدم في المختبرات العراقية، يطبخ الأرز بطريقة المنازل وثم يختبر أيضا بطريقة المنازل بالملعقة. هذه الطريقة التي عرضناها سابقا التي فضحت والتي استهزأ بها العراقيون كثيرا يعود الموضوع ليتكرر مرة أخرى ليثبت أن المشكلة لم تعالج منذ البداية، وإلا لا ما كانت تتكرر ونشاهدها الآن. دعونا نتعرف إلى موضوعنا الآخر وهو موضوع القطارات الموجودة وسكك الحديد الموجودة الآن في العراق. لسان حال مواطن عراقي ركب إحدى القطارات في العراق يقول هذه الحالة متكررة بكل مفصل بين عربة وأخرى، وكذلك القطارات مهملة ووصلت إلى درجة خطيرة جدا، وفي القادم القريب قد يحصل ما لا يحمد عقباه، دعونا نشاهد. السلام عليكم وشلونكم طبعا اعتقد ما تسمعون لان ضوضاء عالية. احنا بالقطار متوجهين لبغداد. طبعا صادفت هاي الشغلة اللي هي أعتقد من واجب قسم الصيانة. طبعاً هنا أنا هذا الصوت مصدر هاي الحديدة جاي حاكة وفد شيء فلازم يعني فد هنا أنا فد مصدر يخلل هذا الضوضاء مو يخلل الاحتكاك وفد شيء بس يخلل الضوضاء على الأقل. طبعاً هاي الشغلات كلها ما فالت هذا السبرينج كله وما حد مسوي بس راعي ما راعي طيبين انقطاعنا كله سكة كل التعبانة وما أعرف شنو دور قسم الصيانة يعني قسم صيانة القطار أو قسم صيانة السكة الحديدية. طيب دعونا نشاهد مقطع آخر لقطار أيضا يمر هذه المرة بين المنازل تقريبا، والدخان المبتعث أو الذي يخرج من هذا القطار الملوث طبعا للجو بشكل عام والملوث للطبيعة وكذلك يسبب خطر على أرواح المدنيين الموجودين في هذه المنطقة التي يمر منها القطار. صاحب المقطع يريد أن يوصل
هذا المقطع ويوصله إلى وزير النقل كرسالة توصل إلى وزير النقل لعله يشاهد ليجد حلا لهذا الإهمال الذي نراه والعشوائية التي يعيش بها هذا المجتمع. دعونا نشاهد. نشاهد الآن بعض الصور، طبعا لا تحمل الأخطاء فقط على السلطة، نعم هناك الجزء الأكبر يقع على عاتق الحكومة في ما يحدث بالعراق بشكل عام، لكن هناك أيضا بعض المخربين وهناك أيضا بعض العناصر التي تعتبر شاذة عن هذا المجتمع، تسبب أيضا التخريب في بعض الأحيان. قطار يضرب في محافظة البصرة المتوجه من البصرة إلى بغداد، يضرب بالحجارة أثناء خروجه من المحافظة، أدى هذا الضرب عن طريق الحجار إلى تحطم الزجاج وبالإضافة إلى تضرر البدن الخارجي للقطار. دعونا نشاهد هذا الزجاج المتناثر طبعا نتيجة ضرب بالحجارة، هذه إحدى النوافذ التي تم كسرها طبعا نتيجة قذف الحجارة من قبل أشخاص لا أحد يعلم من هم، لكن ولا أحد يعلم ما السبب حقيقة، لكن هناك أيضا كما ذكرنا هناك تخريب موجود لدى البعض لديه هذا الفكر المخرب، وكما نقول شواذ المجتمع أحيانا شواذ مجتمع أحيانا يكونون بهذه الطريقة. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام يعني للأسف حقيقة نرى هذه النماذج أحيانا تخرج من مدنيين، نحن ننتقد سلطة وننتقد ميليشيات وننتقد قانون وأحزاب وغيرها، يجب أن نرتقي نحن بأخلاقنا وبتصرفاتنا، أن لا ننزل لهذه المستويات الضحلة للأسف الشديد. يعني ما الفائدة من تدمير يعني قطاع عام؟ ما الفائدة من تدمير هذا القطار؟ هو بالنهاية يخدم، بالنهاية ينقل المواطنين من مكان إلى آخر، يجب أن يتم الحفاظ عليه، يجب أن يتم الخلاص ممن أساءوا لهذه المؤسسة، أساءوا لهذا القطار، أساءوا لهذا المنزل، لهذا الشارع، يعني حتى ينظف البلد بشكل ولو بسيط. أراكم بعد قليل. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. طبعا الموضوع اليوم بالعراق هناك فاسد وهناك سارق وهناك قاتل، ولكن هؤلاء كثير ما نراهم لا يحاكمون، لا يتم التقرب منهم، ربما هم لديهم حصانة، ربما هم يعتبرون خطوط حمر أو توج راس، يعني كما يطلق عليهم الآن بالمصطلح العامي تاج راس. عموما يتم الالتفات دائما إلى المواطن البسيط، المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة وليس لديه ظهر أو حزب يقوم بإسناده وقت الحاجة. كارثة بحق 400 عائلة في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، محاولة لطردهم من مساكنهم بحجة أنهم مخالفون. دعونا نستمع لما يقولون. عمو والله العظيم ملينا ملينا، ناس كسبة ناس قاتلها الجوع، واحد من العالم أنا بالشهر أطبب 75-83 ألف قاتلنا الجوع، واحد شايل العالم بيناتنا، لا عندنا زناكين، لا عندنا ناس طالدة، كلها ناس قاتلها الضيم، الحكومة يومية داكين الباب، شيلوا وين نروح؟ 400 عائلة وين يروحون؟ يتامى فقرة مساكين، ناس قاتلها الجوع، والله ناس ما عندها تاكل، ما عندها تلبس هدم مثل العالم، ها؟ وين تريد تروح؟ الكتاب داسينا ان متهمين، ها؟ وين تروح العالم؟ يريدون خلي يطلعونا هذا الكتاب، خلي يطلعونا خارج العراق، يودونا لإسرائيل، وين يريد يودونا؟ خلي يودونا إذا ما يردونا، خلي يودونا لإسرائيل، يعني لا يطلعونا يعطونا قطعة أرض، لا عندنا رواتب، لا عندنا رعاية، حتى رعاية ما عندنا. أنا واحد من الناس 40 سنة وأكو على 45 سنة رعاية ما عندهم، ها؟ أطفالنا بالمدارس والله هدومهم مشككوا، والله هدومهم مشككوا، ها الله شاهد الجهاد، والله البلدية تبيع قطاع ما توسع الناس، ما حد قدم لك بابنا وقال خل ساعد العالم، يعني بس وقت الشيلة على من يريد يسوون هاي استثمار ما أدري شو يريد يسوون فيها، وين تروح هاي الوادي؟ يلا 400 عائلة وين؟ الزبالة شوف البيوت، ها
زبالة هذا الماي صورها عايشين صورها صورها صور هاي منها صور هاي الماي زبالة هذا الماي ولو صخة فوقات العالم طرقاني ما حد يسأل عني وجهت ها احنا بقضاء الفاول لا رواتب لا شغل لا عمل بالمنظومة مال الاستخبارات قاعدين وهاي حالتنا قاعدين بلخي سوين تروح بعد تقعد وين يهددون يومي داقين الباب يومي يهددون شيلوا وين تروح متهم المتهم يحضر الباقي الملايين ما كتبوا عليه متهم انا قاعد هنا وطايح حظي متهم الأمطار دمرت 7 مليارات الأمطار دمرت 7 مليارات ما قالوا متهم. المتهمين هذا قاعد في شيء متهم هاي الأطفال بالمدارس شو ذنب هاي دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع وسام يقول حكومة لو عبارة عن مجرمين لا ذمة ولا ضمير عندهم في تعليق آخر أحمد فؤاد يقول أنا أعرف هذا الرجل حالتهم جدا تعبانة وكان يشتغل معنا عمالة بأجر يومي واليوم يريدون يطردوه من بيته حميد الجبور يقول ليش تطردون الفقرة من بيوتهم وتردون توزعونها قطع لأحزابكم سؤال وجيه محمد الباشا يقول أهل الفاو يعانون من الفقر ومدينتهم حالها جدا تعبان والمحافظ ما يعير اهتمام إلها عبد الله الطائي يقول أسمعتها لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي هذا حال مدننا بسبب الأحزاب حيدر خليل يقول هي مسؤولية الحكومة المحلية بدل ما توفر لهم بيوت ومساكن تجي تريد تطردهم يعني كان هذا جزء من التعليقات التي جاءت بهذه القضية وهذا حال نشاهده تقريبا يوميا في العراق الآن عملية طرد المتجاوزين وإزالة المخالفات لكن عندما نرى من المتضرر نجده المواطن البسيط لكن عندما ننظر إلى المتجاوزين من ميليشيات ومن أحزاب ومن مسؤولين ومن تجار موجودين الآن في العراق لا نجدهم يتعرضون لهذا النوع من الضرر نراكم بعد قليل خطر الولائيون على العراق هكذا كتب طبعا هو وسم انتشر طبعا الآن في العراق ويتفاعل معه الناشطون العراقيون دعونا نشاهد ضرار الشمر يقول ظاهرة الاستيلاء والسيطرة على المقرات الحكومية بدأت تزداد وتتسع بدخول لاعبين جدد على خط المنافسة إذ تصدرت ميليشيات وفصائل مسلحة قائمة المستولين على تلك العقارات بشكل سريع دون أن تكون هناك تحركات حكومية لإيقافها في تغريدة أخرى علي يقول والله الشخص الشجاع الذي يريد ينقذ نفسه وعائلته أن يهاجر ويعيش ما تبقى من عمره في بلد فيه معالم الإنسانية والآدمية لأن العراق لم يعد صالح للعيش البشري فقط صراع عصابات تتنافس على السرقات والنهب والقتل والتخريب تظل وجهة نظر علي لكن علي من لا يستطيع أن يسافر ويهاجر ماذا يفعل محمد الماجد يقول العراق قريبا سيصبح محافظة إيرانية رسميا ونظام حكم الولي الفقيه في طهران وهذا ما يخططون له وفي آخر التغريدات لدينا ظافر حسن يقول أصبح خطر الولائيون على العراق لهذا المستوى أن السياسي والكاتب والمفكر وأيضا الإعلام يخاف أن يقول وجهة نظره العراقية بسبب الميليشيات الولائية التابعة لإيران إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام هذا جزء طبعا من التفاعلات التي تفاعل بها الناشطون على تويتر العراقيون تحديدا وهناك الكثير ودائما ما نقول بأنه هذا جزء بسيط مما يعرض طبعا في تويتر وبإمكانكم طبعا أن تتفاعلوا مع هذا الوسم لتذهبوا لتشاهدوا التعليقات وكذلك التغريدات الموجودة إن كانت على فيسبوك أو على تويتر
بهذا أصل وإلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.